أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى ووعد الله عز الدين أن نخبة كبيرة من أهالي المحافظة قدمت طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص إنشاء إقليم الموصل. على خطى البصرة بدأت جهات شعبية وسياسية في محافظة نينوى العراقية حراكا نحو المطالبة بتشكيل إقليم فيدرالي خاص، محتجين على قيود المركزية الصارمة التي تفرضها بغداد على محافظتهم. المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى وعد الله عز الدين أعلن أن نخبة كبيرة من أهالي المحافظة قدمت طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص إنشاء إقليم الموصل. عز الدين قال في مؤتمر صحفي أن أصحاب فكرة الإقليم تضم مجموعة من الأكاديميين والقانونيين وشيوخ العشائر والأساتذة ومن جميع مكونات نينوى المقيمين في محافظة الموصل، ومنهم من يسكن داخل أقليم كردستان. ونفى عز الدين ارتباطهم بأي انتماء حزبي أو سياسي أو أي ارتباطات بدول أخرى، مشيرا إلى أنهم سيعقدون مؤتمرا موسعا قريبا يشرحون فيه الظروف التي أدت لإعلان فكرة الإقليم، وأشار إلى أنهم يعملون على هذه الفكرة منذ 3 سنوات ولكن جرى تأجيلها بسبب أوضاع المحافظة آنذاك، مؤكدا تقديم طلبهم إلى المفوضية بانتظار رفعه إلى مجلس الوزراء. وتأتي هذه المطالب بعد أسبوع واحد من تحرك مماثل بدأ في محافظة البصرة، عد الأوسع من نوعه تشهده المحافظة، حيث توافقت فيه جهات سياسية وبدأت فعليا التحرك نحو تشكيل إقليم البصرة. من جهة أخرى، أشار مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة الموصل إلى أن الحراك بدأ بسبب التخصيصات الهزيلة من موازنة العام الحالي للموصل وإهمال إعمار مناطقها التي هدمت بفعل الحرب والمعارك مع تنظيم داعش الإرهابي. المسؤول أشار إلى أن الطلب سيأخذ اتجاهين، قانوني وشعبي، وأن صوت الشعب المطالب بالإقليم سيكون الحاسم، خاصة أن الإجراءات تحتم أن يجري استفتاء شعبي في المحافظة ليحدد المضي نحو إنشاء الإقليم أو رفضه. وتعتبر محافظة الموصل من أكثر المدن العراقية التي شهدت دمارا وخرابا بفعل المعارك التي دارت رحاها بين تنظيم داعش الإرهابي والقوات العراقية، حيث لا تزال غالبية مناطقها غير صالحة للسكن في ظل عدم تحرك الحكومة لإعادة إعمار المناطق المهدمة ورفع الأنقاض من شوارعها. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفاي، معي من القاهرة الدكتور محمد عاصم شنشل خبير عسكري، ومن بغداد الأستاذ واثق الجابري كاتب ومحلل سياسي. ضيفاي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذ واثق، لو أبدأ من لدنك، سؤالنا الأول في هذا المحور، مساء الخير أولا. مساء الخير عليكم على مشاهديكم الكرام، ومساء الخير على الضيف الكريم. أهلا بك أستاذ واثق. يعني الموصل على خطى البصرة تطالب بإقليم فيدرالي، لماذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هي مسألة الأقاليم هي يعني مسألة دستورية قرر الدستور العراقي، لأن العراق دولة ديمقراطية فيدرالية اتحادية، وهذا يتيح للمحافظات أن يعني أن تطالب بأن تكون إقليما. لكن يعني القضية اليوم ذات بعد آخر، يعني هنا يبدو أن مطالب أو ما يدعيه المطالبين بالإقليم اليوم انه بسبب سوء التخصيصات او سوء الاداره من المركز، لكن هذه القضيه اخذت ابعاد اخرى. العراق يعني اريد له يعني بعد 2003 اريد له ان يكون فيدراليا، لكن هذا لا يتحقق الا بشروط. اولا باستفتاء وموافقه مفوضيه الانتخابات واستفتاء من موافقه ثلثي سكان تلك المدينه وعدم رفض 3 محافظات لهذا الاستفتاء. المسألة الأخرى مسألة الإقليم، يعني بالوقت في وقت الاستقرار يمكن أن تطالب المحافظات بأن تكون إقليما أو تستقر، وهذا من حقها. لكن هي المشكلة ليست بأن تكون المحافظة إقليما أو غير إقليم، هذه النتيجة بسبب سوء الإدارة، والإدارات في معظم المحافظات العراقية ضمن القانون 21 لقانون المحافظات النافذ من الصادر من سنة 2008، هذا القانون سمح وأعطى صلاحيات واسعة للمحافظات، لكن يبدو أن تنفيذ هذا القانون تأخر كثيرا وما عطل كثير من الصلاحيات، واصطدمت يعني صلاحيات المحافظات أو الحكومات المحلية مع حكومة المركز، وعطل بالنتيجة
كثير من خدمات المحافظات، هذه ولد نوع من الهرب لدى كثير من المحافظات، هي ليست الموصل وحدها بل البصرة والعمارة والناصرية والمحافظات الأخرى كلها تشكو من سوء توزيع الواردات، أو هذه بالنتيجة كل محافظة لديها سياسي. المشكلة هو يعني ما يحدث من خلط بالأوراق، يعني ممثلي هؤلاء ممثلي تلك المناطق عادة ما يروجون يعني بالسلب والاعتراض بعد التصويت على موازنة يعني كانت بموافقته، وهذه مشكلة. ترويج إعلامي أحيانا تلعب على قضايا الناس، هي هذه المشكلة الأساسية. طيب دكتور محمد عاصم، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك دكتور محمد. الان الموصل على خطى البصره تطالب باقليم فيدرالي، ما ابعاد هذه المطالبات على العراق بشكل عام دكتور محمد؟ شكرا جزيلا، احييك واحيي قناتكم الكريمه ولضيفك الكريم من بغداد الحبيبه وعراقنا الجريح. اهلا وسهلا. بالنسبه لموضوع الاقاليم كما ذكر زميلنا الاخ العزيز بانه قد اقرت في ضمن الدستور، انا باعتباري كرجل عسكري قديم وايضا لي باع في موضوع السياسه الداخليه والخارجيه، صراحة أقولها وبلا شك أنه هذا الدستور لا نعترف به ولن يعترف به ولن يعترف به إلا من قلة قليلة من المتواجدين ضمن الحكومات التي توالت بعد احتلال العراق، لذلك هذا الدستور سمي بالدستور الاحتلال أو سمي بالدستور بريفر. بالنسبة للأقاليم سيدي الفاضل، لربما كانت ستقر هذه المواضيع في السنوات الأولى بعد الاحتلال، لكن الآن وكما نرى وترون ويعلم الجميع بأن معظم العراقيين يطالبون بإعادة الدستور القديم والعمل به لكون موضوع الأقاليم لم يعد يفلح، هذا شق. والشق الآخر نحن لمسنا بأن العراق قد يعني سار ضمن مسار التقسيم. اقليم البصره هنالك البصريون يطالبون بالانفصال لكونهم لم يستشعروا بمستحقاتهم، لم يستشعروا بكل ما هو يفترض ان تكون لهم البنيه التحتيه كي ينهض بها تنهض بها حكومتهم ضمن الاقليم. بالنسبة لإقليم الموصل لربما هذا أيضا مطلب آخر، لكن في اعتقادي وفي تصوري لن تتحقق هذه المطالب لطالما بأن هنالك دستور يخدم المتصارعين على السلطة، دستور يخدم الأجنبي قبل العراقي، دستور لم يعد هنالك له أي صلة بأي مطلب من مطالب العراقيين. لذا أنا أنصح الأخوة في الحكومة العراقية بأن يعدلوا على ما جاء في الدستور كي تتسلم هذه المحافظات سلطاتهم بمصداقية والعمل على إنجاح ما يجب أن يستوجب أن تنهض به تلك مواطنين تلك المحافظات حتى وإن كانت مرت عليهم سنوات عجاف. يجب الآن العمل على هدف واحد وهو النهضة بالعراق، النهضة بالعراقيين. طيب. النظر إلى هؤلاء إقليم الموصل لن يتحقق كما لم يتحقق في البصرة ولم يتحقق في، لكن طيب. نظريا نحن نراه مقسما، عراق مقسما. نعم. طيب خلينا نوقف عند هاي النقطة دكتور محمد لو سمحت لي حتى لا أطيل أكثر على الأستاذ واثق. أستاذ واثق، يعني الدكتور محمد كلامه وطرحه واضح، لا يعترف بالدستور، وشريحة كبيرة من العراقيين لا يعترف بهذا الدستور، وحتى هناك مشاكل عالقة لم تستطيع الحكومات العراقية المتعاقبة حلها، مثل موضوع المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والمركز بغداد. برأيكم هذه المطالبات الشعبية هل سيتم دعنا نقول أخذها بعين الاعتبار، مع العلم بأن كانت هناك مطالبات أخرى من قبل البصرة في هذه الجزئية لو تكرمت أستاذ واثق الجابري؟
نعم يعني سيد الكريم، يعني احترامي لكلام الدكتور. طبعا اولا الدستور العراقي يعني اولا هو ورقه العقد الاجتماعي الوحيده بين مكونات الشعب العراقي، سواء قبلنا عليه كله او رفضناه كله او اعترضنا على بعض الفقرات. معظم المعترضين على الدستور لا يقولون على ماذا يعترضون بالضبط، يعني ما هي الميزه او السلبيه. هلا مساله للدكتور محمد على ماذا يعترض. هذا ايه؟ هذا جانب. الجانب الآخر، الجانب الآخر يعني اليوم أولا هي مشاركة في كتابة الدستور معظم المكونات، وإن قلنا الدستور كتب على عجل أو ربما هنالك بعض القوانين التي لم تشرح لحد الآن، لكن مع ذلك هو اليوم علينا أن نمضي بهذا الدستور إلى أن يمكن تغييره، لأن الدستور ليس قرآنا. أما مسألة المطالبة، المطالبة اليوم يعني كالموصل مثلا مطالبة بإقليم أو بعض المحافظات ربما كل ثلاثة محافظات أرادوا إقليما، هي المشكلة. يعني أما يعني مسألة الفيدرالية هي مجموعة من المحافظات أو المدن أو الإدارات المحلية التي بالنتيجة تتسابق لأجل تقديم خدمة، لكن بالنتيجة إذا قسمت على أساس طائفي وعلى أساس عرقي وعلى أساس مكوناتي، هذا بالنتيجة سيكون ضارا بالوقت الحاضر. انا اقول نعم الموصل مدينه مستحقه، وهذه المدينه دمرت، واكثر المدن العراقيه مدمره ولا يزال نازحيها لحد الان في العراء، وهذه المدينه تحتاج الى اعمار، وربما في بعض المناطق وصل الى نسبه الدمار 80%. نعم مستحقه، لكن هو ليس حل القضايا بهذه الطريقه بلي الاذرع او محاوله يعني قوى تفرض على قوى اخرى. القضايا يعني حقوق المحافظات تثبت سنويا من خلال قانون الموازنة. قانون الموازنة هنالك نواب، وليلة وهي ثاني أكبر محافظة بعد بغداد لديها نواب كثر، وهنالك محافظات أيضا تشعر وتستشعر بما يعانيه أبناء تلك المحافظات. فلذلك مسألة المطالب لا يمكن يعني الهروب إلى الأمام، يعني حتى نواب البصرة اليوم يعترضون لماذا التخصيصات قليلة. لا نعم هنالك ربما قصور في بعض التخصيصات، لان كما يعرفون اليوم هم شركاء بالعمليه السياسيه يعرفون ان 65% من الموازنه تذهب التشغيليه، والعراق اليوم ربما يعني نسبه الموظفين كبيره جدا، 4 ملايين الى 5 ملايين موظف. طيب. 65% من الموازنه تذهب كرواتب، والدوله اصبحت دوله رعائيه، رعايه اجتماعيه. هنا انا اقول المسألة يعني الحوار بين حكومة المركز والإدارات المحلية، هناك تقصير محلي وتقصير من المركز أو الحكومة الاتحادية. هذه الخلافات المشكلة مرتبطة معظمها بقضايا فساد. لا أعتقد اليوم أن المحافظة ستتحسن إذا أديرت يعني إذا كانت إقليما، لا بل لو كان بالفعل هنالك إدارات محلية ولديها كثير من الصلاحيات. طيب. ولديها برلمانيين يمكن أن يستطيعوا حل كثير من الإشكاليات التي تتعلق بمدينة الموصل. طيب دكتور محمد، أنا بدي أطرح عليك سؤال موضوع، لماذا يعترض البعض على الدستور العراقي في أول شق من السؤال، ولازم نسأل عن موضوع التركي والنظرة التركية حول أن تكون موصل ونينوى إقليم، مع العلم بأنها تطالب بهذه الأراضي وسمتها إقليم موصل، ولاية موصل تابعة للدولة التركية. دكتور محمد. نعم سيدي الفاضل، يعني في بداية الأمر إن سمحت لي موضوع كتابة الدستور، أنا لم أعترض على من كتب الدستور، لكن اعتراضي على أن من شارك بالدستور، لكن الاعتراض على من كتب الدستور وكيف كتب الدستور. الدستور جاء على 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 مرام بعض المتواجدين، وبدليل منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة هي نفس الوجوه تتغير من هنا وهنا وهنالك وإلى آخره. هذا شيء. الشيء الآخر بالنسبة للموازنة، 65% من الموازنة تذهب إلى دول الجوار. العراقي أو معظم العراقيين يتمتعون بنسبة 5% من الموازنة. الموازنة الآن أكثر من 114 مليار دولار، أي ما يعادل 4 دول من الدول الجوار، أو لربما 5 دول من دول الجوار موازنة تعادل قيمة موازنتها. والعراق الآن أصبح تحت خط الفقر يا سيدي الفاضل. ماذا فعل الدستور؟ ماذا فعل الدستور؟ وماذا جاء الدستور للعراقيين؟ هل كما قيل قبل الاحتلال بأن بغداد ستكون أفضل من دبي؟ بغداد والعراق بأكمله كان أفضل
لا اريد ان يعني مع احترامي واعتزازي لدوله الامارات الشقيقه او اي دوله اخرى، كان العراق هو الافضل في ما بين هذه الدول، حاله وحال بلاد الشام بعلاقته وبأصالته. ماذا فعل الدستور للعراق وللعراقيين؟ اطاح بهم، جاء بهم الى اسفل السافلين يا سيدي الفاضل. وبالنسبه لموضوع اقليم الموصل، الموصل تركيا مبيته بنيتها السوء طالما كانت دائما ومنذ القدم تطالب بنينوى او بالموصل لضمها ضمن اقليم لتكون ضمن احدى مدنها. هذا مفهوم، هذا انا اقولها، مطالبه اقليم نينوى الان هذه مؤامره جديده على العراق وعلى نينوى بالذات، محافظه نينوى وعلى اهل الموصل. اهل الموصل لو جعلت الان او فعلت الان استفتاء، من المؤكد الرد سيكون الرفض القاطع كما هو الحال في البصره. اهل البصره هي سيده النفط العراقي. ماذا حل بالبصره؟ البصريون مستاءون من العيش، من المعيشه الرديئه، من المعيشه التي لم يستطع اي منها ان يعيش، ان يكون ضمن محافظه البصره التي هي تدر الذهب، تدر الالماس، ومعظم ساكنيها ومعظم قاطنيها ومعظم اهل البصريون هم تحت خط الفقر. فهذا ينطبق على اهل الموصل ايضا او نينوى باكملها. لذلك انا اقولها، نينوى الان تتعرض كما هي تعرضت اكثر من 80%، دمرت الموصل، دمرت نينوى باكملها. الان مؤامره جديده دنيئه على الموصل لضمها الى تركيا، الى تركيا بحجه الاقليم. واكرر، لو جعلوا من الاستفتاء الان على موضوع الاقليم سيكون الرد هو الرد القاطع. نعم. ضيفي من القاهرة دكتور محمد عاصم شنشة، الخبير عسكري، شكرا جزيلا لك. وشكرا لك أيضا ضيفي من بغداد الأستاذ واثق الجابري، كاتب ومحلل سياسي. مشاهدينا، موعدنا يتجدد بكم على رأس الساعة.